أعزائي طلبة الصف الثاني المتوسط للعام الدراسي 2020-2021، نرحب بكم أجمل ترحيب في شرح للوحدة الثانية الدرس العاشر يونت 2 لسن 10. أعزائي الطلبة، عنوان هذه الدرس هو الستوري تايم بوب أند باسم ذا إكس، البيض. طبعا do you remember، هنا لازم هل يسألك سؤال، هل تتذكر Who are Bob and Basim؟ من هما بوب and Basim؟ Where did they meet؟ أين التقوا؟ Where are they now؟ وأين هم الآن؟ What happened to Bob on the way؟ وما الذي حدث إلى بوب في الطريق؟ طبعا هذا عزيزي الطالب، بوب and Basim موضوعهم كان في يونت 1 في الوحدة الأولى، لازم ترجع إلى هذه الوحدة وتجاوب هذه الأسئلة. Now read the next part of the story and find the answers to these questions. اقرأ الجزء هذا من القصة وجد الأجوبة لهذه الأسئلة. ما هي الأسئلة؟ What do Bob and Basim have to do on the first morning؟ ما الذي على بوب وباسم أن يفعلوه أول شيء في الصباح؟ How do you make scrambled eggs؟ كيف تعمل scrambled eggs؟ Number 3. What happens to the eggs؟ وما الذي حدث إلى البيض؟ قبل ما نبدأ بقراءة القصة عزيزي الطالب، ننتقل إلى كتاب النشاط في صفحة 31 حتى نشوف التمارين المطلوبة. طبعا ستوري تايم لسن 10 تمرين A، تايتل العنوان تكتبه هنا، كاركترز الشخصيات اللي راح تقراها بالقطعة، what it is about عن ماذا تتكلم القطعة، why I liked or didn't like the story، إذا أنت كنت حبيت القصة الستوري تكتب لماذا، وإذا لا حبيتها أيضا تكتب لماذا. بعد ذلك تنتقي أن نجاوب هذه الأسئلة. تمرين B، complete the sentences using the words in the box، أكمل الجمل باستخدام الكلمات في الصندوق. offered يعرض، borrowed يقترض، وtold يخبر. وعندك ثلاث جمل جاوبين بإنزال هذه الكلمات في مكانها الصحيح. نرجع للكتاب عزيزي الطالب ونبدأ. طبعا تقرأ أو تستمع إلى القراءة مالتها في التسجيل رقم 13 اللي موجود عندكم أو تقدر تحمله من الإنترنت. إحنا فقط هنا نقرأها ونترجم القطعة لكم. Hello, we said. قلنا. There were four other boys in our tent. كان هنالك أربع أولاد آخرون in our tent. Tent خيمة. الأولاد منهم Paul from France من فرنسا، Chuck from America، Hans from Germany، and Aziz from Algeria. Algeria يعني الجزائر. I told them about my suitcase. أخبرتهم عن حقيبتي. طبعاً السوتكيس اللي هي انفقدت في المطار في اليونت 1 مثل ما شفناها. They were all very kind، كانوا كلهم لطفاء، and gave me everything that I needed، وأعطوني كل شيء أحتاجه. On our first morning in the camp، في يومنا الأول في المخيم، we woke up early، استيقظنا مبكرا. كلمة wake up يستيقظ. I put on يرتدي ملابسه معاكسها take off يخلع الملابس. I put on French trousers بنطلون فرنسي، an Iraqi shirt تيشيرت عراقي، and an Algerian sweater وسترة جزائرية. ليش هذا التنوع عزيز الطالب بالملابس؟ لأنه فقد حقيبته، وكل واحد من ذول الموجودين في الخيمة أعطى قطعة ملابس لكي يلبسها. The trousers لذلك كانت the trousers were too big كبيرة and the sweater was too small صغيرة جدا. Never mind said باسم لا تهتم laughing وهو يضحك your suitcase will be here soon حقيبتك ستكون هناك عاجلا أو قريبا. I hope so. أأمل ذلك. قلت. أنا الذي قلت. We had to cook breakfast for the whole camp. اضطررنا أن نطبخ أو كان علينا أن نطبخ الإفطار للمخيم كاملا. Hans and Aziz had to make the fire. Hans and Aziz كان عليهم شار make the fire. And Powell had to make the tea. وباول كان عليه عمل الشاي. Chuck had to do washing up. وكان عليه الغسل. Basim and you are the cooks. أنتم الطباخين. Cooks طباخين جمع هنا. Said Rod Border. قال Rod Border اسمه هذا. Scrambled eggs for 50 please. سوونا scrambled eggs بيض scrambled لخمسين شخص رجاء. Asked Basim. سأل Basim. What are scrambled eggs? ما هو scrambled eggs? ننتقل إلى الصفحة الثانية. Read this. Page 23. في صفحة 23 said Rod قال Rod he gave Basim a book أعطى باسم كتاب camp cooking طبخ المخيم don't burn them لا تحرقهم أو لا تستهم زايد burn يحرق said Rod and went away
قال رود وذهب للخارج. Leave it to me. اترك ذلك الأمر لي. Said باسم. قال باسم. I put butter into a pan. وضعت الزبد في البان المقلاة. باسم broke 75 eggs into the pan. كسر 75 بيضة إلى البان. And then I added, أضفت milk, حليب, salt, ملح, and pepper, وفلفل. باسم began to cook the scrambled eggs. بدأ بطبخ scrambled eggs slowly, ببطء. He didn't burn them. لم يحرقهم أو ما ستهم زايد. They were delicious, perfect. كانوا لذيذين وتامين أو كاملين. إذن إذا واحد سألك شنو scrambled egg, it is an eggs with butter, milk, salt, and pepper cooked slowly without burning them. All the other boys were sitting, كل الولد كانوا جاهزين, in the dining tent, في خيمة الطعام, waiting for breakfast, منتظرين للفطور. Give me the pan, أعطني البان, المقلاة, قال هانس. I will carry it over the table, سوف أحملها إلى التيبل. No, no, I said, I will do it, أنا سأفعل ذلك. I was proud of Basim's egg, كنت فخورا أو معتزا بالبيض مال باسم. I picked up, هذا تحفظه عزيز الطالب المثال, pick up, يلتقط, the pan and started walking, وبدأت بالمشي. Then it happened, حدث, هذا هنا عندك السؤال إذا تتذكر هنا عزيز الطالب, what happens to the eggs, ما الذي حدث إلى البيض؟ فهنا يقول حدث. Bob, look out, look out, علامة تعجب يعني احذر انتبه, shouted باسم. A wallaby هو هذا الكنغر الصغير الاسترالي. What abe? I asked. سألت. I didn't hear the answer. لم أسمع الجواب لذلك سألته. A small wallaby raced through our kitchen. ركض raced وتجي سباق خلال داخل المطبخ. It hopped over. قفز the fire على النار and knocked over the tea. وقلب الشاي. Then it knocked me over. وقلبني. Basim's perfect eggs flew into the air. طار البيض البيرفكت المثالي إلى الهواء. The pan landed on a table. المقلاة حطت أو وقعت على التيبل. The eggs البيض landed on the boys. البيض وقع على الأولاد. I landed in a bush. وأنا سقطت على الشجرة. بدأوا الطلاب أو العفو الأولاد يعلقون. I didn't know eggs could fly. لم أكن أعرف أن البيض يستطيع الطيران. الشخص الثاني delicious لذيذ said another wiping وهو يمسح some scrambled egg from his face وهو يمسح بعض البيض من وجهه. You missed the place لقد فقدت أو لقد يعني مس يفقد أو لتيهت البليتس الأواني أو المواعين said a third boy. Everybody laughed كل شخص ضحك. They weren't angry لم يكونوا غاضبين. سألني باسم ask باسم are you all right هل أنت بخير. Yes thanks I said from my bush. But why me لماذا أنا. Why do these things always happen to me لماذا هذه الأشياء دائما تحدث لي. عزيز الطالب تقرأ القطعة تستمع لها بالتسجيل رقم 13 حتى تعرف اللفظ الصحيح النيتيف سبيكر مثل ما قلنا الكلام وتجاوب الأسئلة. هذه المجموعة الأولى الأربع أسئلة تجاوبها من اليونت 1 وهذه المجموعة الثالثة تجاوبها وترسل لي إياها عزيز الطالب للتقييم. تنتقل إلى كتاب النشاط تحل هذا عزيز الطالب اللي بصفحة 31 التمرين يعني. شكرا جزيلا لكم ولإصغائكم وحظا موفقا للجميع.